دلوقتي ده البحر، ودلوقتي يا جماعة ده القصر اللي انتوا شايفينه. في حوالي 8 شقق، 4 أدوار. على اليمين 4 شقق، وعلى الشمال 4 شقق. شايفين الكاميرا الحراسة؟ شايفين شجرة الليمون؟ الأرض 1000 متر. بنو جزابليرم دي الماء. أنا أترى فين ده يريرك جزابليرم دي؟ جزابليرسين جزابليرس. سادا سولدا هنجسي جديجا. فاركت مي سادا نجيت سولدا سولدا جارجيني. ما أنا أستري بس بنيم أرقام ده جلته. حتى شايفين القطط الجميلة؟ زي ما انتوا شايفين يا جماعة، وطبعا ده الجراج. الجراج من فوق كده، وتنزلوا وتحطوا عربيتكم تحت للجراج، يعني ممكن ايه للغرف للحراسة للكلاب. وده الجراج يا جماعة. بنروح نشرب. بانا جوستر دلوقتي يا جماعة، بانا جوستر لطفا بكلة دلوقتي يا جماعة. هنا في شقة، بس هنوريك دلوقتي نموذج، مش محتاجين نصور كل شقة، فكل الشقة كلها زي بعض. فدلوقتي انا هطلع فوق، تمام؟ طبعا على اليمين وعلى الشمال 4 شقق على اليمين و4 شقق على الشمال. أهلاً وسهلاً بيكم يا جماعة، أهلاً وسهلاً، اتفضلوا. دلوقتي شايفين الصالة كبيرة ما شاء الله، قصر قصر يا جماعة. بنوع شمس
söyle, bundan sonra bina yok. Burası Florya, Türkiye'nin en, İstanbul'un en güzel yeri. Tamam, bana söyle, bana gel. Ya cemaa, بالنسبة اللي قدامكم ديت أرض فاضية على البحر على طول. يعني ما فيش بناء قدامكم خالص. وإحنا فين؟ في فلوريا من أحسن وأرقى المناطق في اسطنبول للطبقات العليا. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا. كل شقة زي كده كبيرة جدا. تعال زفر. جال. تعالى بيقولوا دلوقتي هنشوف المطبخ مع بعض. تفضلوا، وريحة الأكل جميلة على فكرة. تفضلوا. ايقا بيجر بيز دوام بيجر. طبعا نفس النظام، دي الشقة التانية نفس الستايل وكل حاجة. يا بتنمو شايفين يا جماعة ما شاء الله الفريق القوي، كان هو بيصور خليته يلبس الجزمة وبنا اصور. بنو ايقا الله تعالوا اتفضلوا. برضو شقة على الشمال وشقة على اليمين. يلا بينا. Kalsınlar Ali. Aynısı zaten. Buyurun gel. Yani biz balkona çıkacağız. Ama önce biz balkona gireceğiz. Gel balkona. يلا دلوقتي هنطلع للشقة الرابعة. تعالوا اتفضلوا. حتى السلم بتاعها كمان داخلي. بدل ما هنطلع من باب الشقة هنطلع على طول ايه من السلم الداخلي. تعالوا اتفضلوا. Buyurun, sen önce. شايفين يا جماعة التراس الكبير ده؟ ومنكم للبحر على طول. ودي حتى غرفة كمان للشتاء من الإزاز.
من نكر البحر مباشرة. شايفين قصر السلام عليكم. دلوقتي أنا في مكان ما شاء الله أقول عليه قصر، وأنا بتكلم معاكم على طول بستمتع بهوى البحر الجميل، كمية الأكسجين وكمية اليود اللي بتيجي من البحر مباشرة، وصوت العصافير والحمام واليمام والبلابل اللي بتغرد اللي هي بسمعها ورايا. احنا فين يا جماعة؟ احنا في اسطنبول في فلوريا. اللي ما يعرفش فلوريا دي من ارقى المناطق في اسطنبول، وبخصوص المنطقة دي من الذي يسكنها الناس ما شاء الله اللي هو ايه اللي هم المرتاحين على الاخر دول. وديت الوقت انا بصور قصر تمنه كام؟ 5 مليون دولار. وعلى العموم انت لما تيجي وعجبك القصر ده هنقعدك مع الملك مباشرة، واحنا انا وشريك التركي هنكون معك وهنترجم لك كل حاجة، وتقدر تفصل معاه منك ليه مباشرة ان شاء الله. دي حاجة. تاني حاجة، زي ما انا شرحت لكم في الاول، القصر اللي انتوا شايفينه عبارة عن 8 شقق، 4 على اليمين و4 على اليسار، وكبيرة جدا، التصميم بتاعه كبير جدا. والواحد انت كل يوم مش محتاج تلف في اسطنبول، انت اقول لك انت اكيد قاعد هنا وانت واسرتك انت وعيلتك منك تستمتع بالنجوم، علشان ما فيش تلوث خالص، منك تستمتع للنجوم مع العصافير مع البحر الجميل. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله هنكون في انتظاركم قريب في اسطنبول. تحياتي ليكم، علي جمال، اسطنبول تركيا. مع السلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقدم شكر الجزيل للاستاذ علي، واحب اشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين. نتمنى لهم التوفيق في عملهم. الف شكر. مع الثالث الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني وصل الناس، يعني رجل، يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجي قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان،
الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وما شاء الله يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة. والله يوفقك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون أنتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا أنا صيتا ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديده اللي اشتريناها من خلال الاستاذ علي وشريكه التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه للمساء منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وانشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي 4 نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى أنتهى الطابو. وأحب أنه
أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال. وشكرا للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول. فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. السلام عليكم. مشغول. سنة سوسن. تشكر يا دريم. تفضل. لطفاً. السلام عليكم. أولاً أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جداً ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعه، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره منكم لي. كويس، بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه.